مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أكدت المؤثرة مايا راجيل في خاصية سؤال وجواب عبر صفحتها الرسمية في السوشيال ميديا عن الترحيب بفكرة زواجها، لكن بشروطها الخاصة. صديقون، إذا كان مليح ووليد فاميليا اللهم بارك، إذا كان الله غالب، لا لا صح، إذا كان ولد فاميليا تعرفوه ولا راني هنا تخطبوني. شكون كيفكم؟ تجي مايا رجل عندكم عروسة لامبيانس التقلاش هاد التحواس اللي تبغوه. ما كاش حاجة واسمها تنساي، تنسي كي ديري اكسيدون بعيد الشر عليك وتفقدي ذاكرة، باش تنساي بطريقة اخرى ما تنساي اكزيستو باربي ما خلقهاش. كاين حاجة واسمها تتأقلمي تتشافاي تولي كي تفكري تجيك عادي، تتقبلي الباسي تاعك ويولي يجيك حاجة عادية جدا. باش تنساي عمرك ما راح تنساي. جيباكم خير، كيفاش نعاود حياتي؟ صبري انت قاعد لك انتيا، اني خدامة الحمد لله يا ربي، نحوس وين ما نبغى، نروح وين ما نبغى، نوض الساعة اللي نبغى، داري طنوبيلتي، عندي ناس اللي تعاونني الحمد لله في داري، ندير والو ناكل ونشرب ونخدم منين داك يتنفح لي. كاين حياة خير من هذه؟ كيفاش نعاود حياتي وانا عايشة حياة الحمد لله؟ اني عايشة الحمد لله، واش نعاود واش نزيد؟ حبيتيني نجهل اسكي كاين خير من هكا؟ كاش كاش الحمد لله، انا عندي كلش اللي نتمناها، عندي شومبرا تاع حوايج، فريجيدار فيه كاع واش نحب، الريستورون ومن لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.